سي عادل، السؤال اللي الاول اللي بغيتك تعطيني في هذا الموضوع هذا، عادل واش ما حاولش انه يشوف الخطوات المتبعه الاولى للاحتواء على هذه الازمه في لاديان؟ ونهنيو كما كنقولوا بالدرجه المغربيه، نهنيو الوقت. يعني انا خصني ندير لاديان، يعني هاد شوف هاد الشوه كامله وهاد الهضره كامله وهاد الشيء كامل ديال هاد الناس كامل باش يجي عادل في الاخر ويجي يعترف بواحد جوج دراري اللي هما كانوا في واحد الوقت، يعني الاغلاط اللي غلطت انا في الصغر ديالي نتحملها في الكبر ديالي، علاش باش يبقاو هما على خاطرهم؟ هاد السيده اللي كتقول ان اميه هي سيده مسكينه ما قاريه، السيده راه كبر مني، كبر مني بعامين، كبار مني، كيفاش اميه؟ هي اميه ما كتعرفش، هي انسانه، علاش هي اللي زورت الاوراق؟ انا نقول لكم كيفاش زورت الاوراق، هي باغا تصيفط بنتها للامارات، دارت لها هذوك الاوراق، وما هذاك الدري ولد اختي راه داروا غير طريق، هذا هو المشكل، فهمتيني؟ هذيك السيده راه ذكيه بزاف وباقا الان باش داخله، فين داخله دابا؟ بعمل كتحارب، داخله بالقانون الذكاء اللي عندها هي، فهمتيني؟ راه هي داخله باش شغل، تقول لي الناس دخلوها. الناس كانوا كيعرفوا شي حاجه ما عرف هي دخلها بكا، جا واحد ما نعرف من داكشي بيناتهم دخلوا ولا القضيه. اذا هاد الناس هادو بلا ما يبقاو يطيحوا الباطل على ناس اخرين، لا راه داروا لينا، لا ماش نتوما شنو كديروا في الحياه ديالكم؟ ما كديروا والو، كاين القانون في البلاد، كاين القضاء في البلاد، كاين كلشي في البلاد، لتنوير الراي العام اكثر باش نزيدك، لان انت كتقول قبيله بان الحق عالي ولا يعلى عليه، معقوله يعني ما يمكن سميتها القانون لا يحمي المغفلين، ولكن راه كاين شي حاجه اللي هو حق، يعني ماشي كذوب، اللي ماشي كذوب وخصهم يعرفوا هاد الناس كاملين، هو ان عادل الميلودي في العمر ديالو 18 ولا 20 المهم 20 سنه، وكان مع واحد السيد اللي كان كاري حداها واحد البيت، كان كاري حداها واحد البيت، واش عادل غيتخلصوه على هاد الشيء هذا انه كان كاري حدا بيت السيده دارت الدراري؟ او انا في 96 عندي المراه، عندي مرتي في 96، يعني راه عند هاد المره الثانيه اللي كيهضروا على اللي ولا راه جاتك ايمان، وعلاش ما هضرش على الاولى؟ نحسبوها سي عزيز سي عجيل الا كان ممكن بدقه. من بعد هاد الاشكال ديال الكبيره في ذاك الوقت، يعني من ولات كتشوف انت انه جارتك او صديقه او عندك معها علاقه او او هذه امور كتعرفها انت، الفرق بين الاولى مع الثانيه شحال؟ كيفاش الاولى مات؟ انت كنتي مزوج بالاولى. هنا هي الاولى، هي السعديه، المراه اللي العمر لها لا ماشي ديال الفاتحه، هضر معايا بالقانون. انت كنتي مزوج بالسعديه، مزيان. السعديه شحال المده ديال الزواج ديالك مع السعديه؟ من 96 حتى 2004. هذه السعديه من 96 حتى 2004، ومن 2004 تزوج بالمراه الثانيه حتى ورانا باقي معها الحمد لله. العلاقه ديال الكبيره ايمتى دخلت في هذا الوقت؟ واش من عام؟ والعلاقه ديال الكبيره ما فهمتش انا، السيده صافي راه حنا شحال هادي سالينا من حداها، وقلت لها انا غنتزوج على راسي، قلت لها الهضره ديال الرجوله زعما، اقسم بالله راني راه ود الناس، راه ماشي ود الكلب، قلت لها شوفي يا بنت الناس انا راه غادي نمشي نتزوج على راسي ندير وليد، قالت لي شوف اخويا عادل الله يرحمه والدين غير ما تنساناش، هذه الهضره ديالها كنقول شي حاجه كتقولها هي، قلت لها واش انا قلت لها ماش ننساك، قلت لها انا عمري ما ننساك، وهذيك البنيته عندك راه هي بحال بنتي وراه مهززين مكرمين، راه ما عندهمش غرام. شحال المده اللي كانت عندك انت في هذا الكونتاكت، التواصل ديالك مع الكبير؟ حنا دابا نخليو دابا الفاتحه ولا هادشي كله سيدي نخليوه، غير نوعيه العلاقه شحال المده ديال العلاقه؟ العلاقه معك مع الكبيره؟ ما عندي مع العلاقه ديال الكبيره وقيله ما عندي مع شي جمرات، هذا هو الواقع، مشيت ما كاينش كذوب، الحمد لله المره الاولى كما قلت لكم داك الشيء داك النهار الهضر الفري هذا عطيتها 70 درهم، والمره الثانيه راه هي هذيك فاش جات قالت لي راه ودي راه البنت راه رانا حامله راه مهله، قلت لها ودي سيري حيدي، قالت لك ودي لا ما قدرتش، تهربات العروبيه غبرات تما حتى جات بالدريه معززه مكرمه. الشهود في الحي يقولون عكس ذلك، يقول انه مثل زواج عادي بحيث في العقد فيه كلش في هذاك الحي اللي كنتو ساكنين فيه، اش كتقول في هذه الامور هذه؟ اولا خصهم يعرفوا الحي اللي كنا ساكنين فيه، اين حي كنا ساكنين فيه؟ هاد الناس اللي انا شفتهم في الشهود كيهضروا على واحد الحي اللي داك الحي الاولاني اللي كنا ساكنين فيه اللي جرى علينا مول الدار، حيت كنا كنديروا كلشي ديال الفساد تما فهمتيني، كلشي راه انا ولاد كبيره وخواتاتها ولا هما بزاف، يعني كنا جاو داك مول الدار كيقولوا لي بو غابه، قال لنا شوف والله راه حتى نبقى ساكن لي انا، خرجوا لي من داري، هذا مول الدار بغى داره، خرجوا لي من خرج دا خويا، كل واحد مشى يدبر على راسه،
هاد كبيره كراسي بيمشي سكت حدا مهزاز مكرم عادي كرينا تما بقى الناس كيسحابوني راني معاه وانا بالعكس يعني راه كاين شوف الا بغات تهضر هي بالحق دابا هي راه غير ما باغاش تهضر قدام ولادها وصافي انا نقولك اللي كاين فهمتيني ولكن انا مي بانوا لي هاد الاولاد كيهضروا بزاف راه يمكن ليا غادي نقول لهم اللي كاين انا داكشي اللي ما بغاش تقول لهم انا نقولها لهم مهزازين المكرمين نبقى معك في هذا الاطار انا نبقى معك في هذا الاطار ديالك انت نديروا كاع هادشي اللي قلتي صحيح نديروا هذا الاحتمال هنا نحلل فقط ما بطبيعه الحال وما اجدر احق في امور اخرى في البحث هو القضاء والاجهزه اللي تابعه لي كلها انما نفترض انه وقعت هذه الامور عن حب عن علاقه نتج عنها هاد الابناء علاش هادي ما حاولش انه يكون شيء الما من التريط حتى يثبت النسب الى ثبت النسب ما تنساش انه كما كان الحال كتبقى هي ديك السيده ام داك الابناء اللي هما من صلبك يبقى واحد الاحترام بدون إساءة بدون خروج أنها كانت كذا وكذا 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 المسألة تكلمنا فيها في الفيديو السابق ودابا غيرنا بأمور أخرى لأنه عنده علاقة بتزوير بأشياء أخرى نتداول في الأمر ونتناقشوا فيه يعني علاش ما كتشوف هذه المسألة إذا كيفاش الوضع ديال عادل غيكون إلا تبت عكس ذلك هذا الشيء لا نعلمه ألا أنا ولا نتعلمه الله عز وجل إنما إذا تبوت أنهم الأبناء ديالك كيفاش غادي يكون هاد الكلام اللي كيصرح به عادل قبل واش ما كتشوفوش أنه يحز في النفس صراحة علاش ما يكونش طريوت بغيت ما نشوفوا نتيجة القضاء أي واحد كيقدر كيحس بالطريقة اللي بغا هو كل واحد عنده طريقته كيفاش كيعبر وكل واحد عنده طريقته كيفاش كيدير الا هذا عادل غير يتحمل المسؤوليه ديال هاد السيده اللي ما عرفتش شنو دارت انا ما يمكنش لي نهضر عليها بشي حاجه ما سئل حتى شي حاجه انسان لا شريفه عفيفه الله يعمرها هضر ما عنديش غرام ديال المشكل معها وانما خصهم يعرفوا هاد الناس بان راه كانوا اغلاط لا ليا ولا ليها يحاسبوني انا ويحاسبوها هي ماشي جي عادل في الاخر لا خصك تعترف بهذوك وراه هذوك راه كاينين اباء واولياء وحدة اخرين خصهم يهضروا عليهم راه هذا هو الفري الا نهضروا فري راه هذا هو الفري راه انا ماشي يمكن لي انا نشد كلشي على ظهري ونقول لهم مالي انا حمار ولا انا ما عندي ما يدار اجي نتاجر ويدار على حساب اي واحد يقدر يقول لك هذا هو عادي راه كان باسل في صورو كان دار كان فاسد شايدير عادي ما راك ما كنتش كنعرف انسان كان صغير وما كنتش كنعرف ومني عدد المغرب كامل بحالي راه كلشي دو الصغور ديالو كلشي زهاف الحياه ديالو وكلشي عاش مكتش. أنا نعيش وما يهضر معايا حتى واحد ما هذا الحظ ماشي يجي واحد السلام عليكم لا انت اجي لا انا راه لقيت با هو صافي لقيتي با راه الله اعلم داكشي ديالو عندي واحد التصريح تيقولوا فيه انطلاقا من الكبيره والابناء انه كان مهضلي فينا واحد الوقت صراحه هذا كلامهم ما كيخليه ما يدير علينا قبل ما تدخل الزوجه ديالك في الموضوع هذا كلامهم سؤال هاد الطريقه اللي كتعملوا واش هو عن حب عن قناعة عن شك أنه مولادي أو هي طبيعتك أعطيني بالضبط علاش كدير هادشي هذا الأولى السؤال الثاني اللي نكملوا في الأولى يلا ندوزوا للثاني مرحبا إذا سيدي هي الأولى قلتي بأن السيد بأن راه يعني كيبقاو ولا مهلي فيهم حيت أنهم ولا أنا أول حاجة أنا واحد إنسان ولد الشعب أنا عزيز عليا الدراوش وأنا أصلا كبرت مع الفقراء وعاجبني الحال ملي كيعجبني ندير الخير مع بنادم هذيك السيدة راه ماشي غيب وحدها أنني كندير معها بحال هكا راه كاينين شي 10 ديال العائلات فهمتيني أنا واحد إنسان دير هكا طبيعتي دايرها بحال هكا أنا ملي كنت كنمشي ندير معاهم مزيان اللي هو أن ذاك البنت اللي كانت باقا صغيرة اللي هي أمنية باقا بين عيني يعني أن إنسان عزيز عليا أما أنا دوك الدراري كون بغيت كما قلتي عندي شك غادي نشدهم وغندخلهم وخا يكونوا ماشي ولادي نقول لهم اجيو ادخلوا معززين المكرم انا ما عنديش غرام ديال الشك بان هذوك ولادي ولا ماشي ولادي هذوك كيبقى الحياه ديالهم انا اللي عليا هو ان هادشي كامل ما نتحملش المسؤوليه ديالو انا امهم هي اللي تتحمل المسؤوليه ديالهم هادشي اللي بغيت نقول لهاد الناس كاملين خصهم يفهموا ماشي انا لا وعادل هو اللي ما مزيانش عادل هو اللي ظالم علاش حيت عادل ما بغاش يعترف داك الدراري واش عباد الله ام جالسه من واحد الوقت وكتربي بداك الدراري وجالسه مع دوك الدراري وما قالت للمخزن ما قالت للقضاء حتى كلمه وتقول ليه غير تقول لهم بان هاد السيده راه داير ليا ولا غير في العام الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا علاش تخليني نمشي نتزوج اصلا من الاصل ديال باش نوصلوا لهاد الساعه هادي من الاول تقول لي سيدي علاش تتزوج ماك انت مراه تزوج انا اش كندير هنا انا هي المراه وجلاس والله فهمتيني ما كاينه السيده تبعت الشهوات ديالها انا ما عندي ليها ماشي انا هي تبعت الشهوات ديالها نخلص انا في الاخر راه ما يمكنش
انا ما قلت والو، راه باقي الان انا مع الشعب المغربي ومع الراي العام، واي حاجه رانا كنقول لهم انا هاد الناس هادو ما يمكنش ليا نخسر الخاطر ديال اي واحد. ولكن ارحموني، راه ماشي انا اللي غلط بوحدي، راه كاين غلط من الطرفين، حتى هي راه هي غلطه. اذا ملي غتقسيو عليا قسيو عليا فهموا، يفهموا شنو الواقع، ماشي حتى الاخر. كما قلت لك رانا كاع كنعاود نقول لك السيده، انا تزوجت في 96 بالمره الاولى، ومن 96 هي انا كنقول السيده دي كانت معايا حنا 3 سنين، هو 3 سنين اسيدي حنا كيما ماشي المهم 3 سنين، وهي 3 سنين. اذا هي كو كانت باغا راجل بصح لا زعما شنو غنحقر عليها، راه هي كبر مني. الا هي ما فاهماش راه هي كبر مني، راه هي مدوزه عليا انا، راه لقاتني صغيره، لقاتني ما عندي لا با ولا ام ولا حتى واحد، لقاتني انسان جي كيدبر على راسو كاري واحد البيت، ما عندي حتى واحد، ما كيجي عندي حتى واحد، صافي استغلت الوضع من تم، قال صافي هذا راه ديالي، هذه الفكره ديالها. ولكن انا لا، انا راه انسان ولد عائله، ولدنا ساهي راه بنت عائله وبنت ناس، راه ماشي زعما ماشي بنت عائله ماشي بنت ناس، ولكن ما توصلش بها الجرأه توصل معايا لهادشي هذا في الاخر، تقول لك خارج اجري لا هاد ولادك. الا كان ولادي انا راه ما غيغلبونيش، راه مليون دري ما غاديش يغلبني، راه كلشي ديال الله ماشي ديال العبد. انا انسان الضمير ديالي هاني مع مولاي مع سيدي ربي، هاد الناس هادو علاش يري ليا بحال واش ما نطولوش في هاد المساله عليا. يعني الا بغيتي تقول ان ما جاوكش بواحد الطريقه سلسه معلم، اذا كون جاونا شوف انا بلا ما بلا طريقه سلسه بلا ولا، انا اصلا كنت كدير معاهم غير زوين، ما انا شنو كنت مخسر لهم هاد الناس هادو. وانا انا اقسم بالله راه كاينين عائلات عائلات، هما راه نقول لك اللي كاين، رانا قلت لك انت زعما باش 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 قلت لي ودي لا انا ماشي الموضوع، راه كاينين عائلات راه تجي تجلس معاهم يقول لك هاد السيد هذا راه كيدير معنا زوين. مؤخرا اقسم بالله العيد الكبير ما شريش لهم العيد الكبير، علاش؟ ماشي ما عنديش، لا حيط طلع لي الدم عيد بزاف، بقى كيقولوا واه طرفانتين، يعني يعني كما قال ما كاين لا خير لا والو، ما دير حتى شي حاجه. ومساكن وجاوب هاك وقالوا لي عاد، قلت لهم شوفوا راه هكاك اقسم بالله العلي العظيم، ونات ودرت معاهم زوين هكاك ديال الله، فهمتيني؟ ما تيقولوا واحد المساله كاخر سؤال في هذا الموضوع، انه تيقولوا كما صرحت في الاول عائلتي عاملنا مزيان وهذا، والكبيره كتقول انه تيتعامل معاهم مزيان وهذا، صافي تجوز الله يعاونه، هذا كلامها هي. تتقول الذي يعني يعني النقطه التي افاضت الكاس انه غيرات ايمان الطريقه ديال التعامل ديالكم، رغم انك انت تصرح كما كيقولوا كتقول لها هذوك الناس اعطيهم اتساه خليني مني اليوم، مني لهذيك الكبيره من هذوك الوليدات كنفق عليهم، داكشي كدير بينك معاهم كيعلم الله عز وجل. ولكن الوقت اللي دخلت ايمان في هذا الموضوع حبسات عليهم بضغوطات منها هي، تما فاش تيحسوا بزاف الامور فقر، وكتعرف بزاف الامور اللي كما عطاني كاخر كلام بينه وبينه في الحوار، مساله ديال هذه حياتها الخاصه بطبيعه الحال اللي دخلنا فيها، انما هي جات تسكر الموضوع لما تقول باني خسرت 1200 درهم باش باش ندير الحيوانات وشيء من هذا القبيل، وحنا ما عندناش درهم. وهذا كما كيقولوا بوانا، هذا هو النقطه اللي قدرات تغير الامور، التشنجات والتصدعات وما الى ذلك. هاد الناس هادو ملي كانوا كيديو الفلوس كانوا عاجبهم الحال، ملي كانوا كيتهلا كيتهلا فيهم كانوا ساكتين. علاش كانوا ساكتين؟ هذا هو السؤال، هو علاش كانوا ساكتين؟ حيت هادي ملي جات ما بغاوش لك المشاكل، ما بغاوش لي المشاكل. وعلاش جابا بغاو لي المشاكل؟ حيت مرتك حيت مرتك حبسات عليهم ما تعطيهم حتى ريال، انت قديش كتحن فيهم ما عندهمش، هذا كلامهم. واقسم بالله اقسم بالله العلي العظيم، الا هذه المراه هي اللي كتقول لي سير دير لهم فلوس، سير تهلا بدوك الدراري، اقسم بالله هذه المراه هي اللي دارت معاهم مزيان. عرفتي المشكله شنو هي؟ المشكله ماشي في المراه، المشكله هو ان السيده مني البنت مني مشات الامارات، من هنا بدا المشكل. النساء مشات الامارات فهمتيني، الام ديالها هي اللي دارت هذا التزوير ودارت هادشي كامل، لان داك الناس ذكيين فهمني، هذاك المرأة بلا ما تبقى ديك الشريفه عفيفه وتبقى ديك التمسكين ديالها، المهم الله يسهل عليها، غير هي نعرفها كاينه تخرج للنيجان، تخرج تهضر مع الناس نيجان. يعني هي شدات بنتها ودات، واش كاينه شي ام كدي بنتها الامارات باش تبقى تصيفط لها الفلوس من تم؟ سيده مشات وكتصيفط لها فلوس من تم، نتحداك وإلا كانت هي مرة جبد لها الفلوس اللي كانت ديال وفاكاش اللي كانت كتصيفط لها من الامارات لها هي كل شهر ولا ما تقولهاش، ما عارفين شنو كيديروا. يعني السيده باعت بنتها مشات الامارات، جات من الامارات هاد ايمان قلت لك ودي السيده مشات الامارات، انا براسي طلع لي الدم، قلت لها ما ويلي السيده مجوجه، انا طلع لي الدم، صافي طلع لي الدم. اذا هاد الناس علاش غنبقى ندير معاهم مزيان؟ صافي راه السيده مشات الامارات ولات لاباس عليها،
بخير وعلى خير. صافي قلت لهم انا والله لا بقيت ديتو شي حاجه ولا انا قلت لها هذه المراه مسكينه ما عندها حتى دخل واقسم بالله كنعلم قال لي كتقول لي وباقا ماشي الان لا لا قبل كتقول لي سير دير معاهم مزيان كنقول لهم والله ما يدوا شي حاجه فهمتيني لانهم هذيك السيده خارجه او السيده مجوجه صور مجوجه وشكون بهم مجوجه مجوجه بدمي راه ولد اختي هذاك مجوجه بولد اختي ودايره لي الخيانه الزوجه عادي انا باش كتعجبني هي باش كتبقى تهضر كتبقى تمسكل وداك اللكا وداك الزويون ديالها وراه لا ماشي المهم داك الشيء الهضره داك الشيء ديال الله التعليق المواطن شكرا لكم.